مرحبا، معكم ضحى سعادة من سمارت تيم. في هذا الفيديو رح نحكي عن قاعدة هي بتخص الساين. هلأ أول إشي، هاي القاعدة هي بتحكي إنه ليمت ساين الـ AX على AX عندما الـ X تؤول إلى الصفر هي بتساوي واحد. يعني بهاي القاعدة إحنا بنلاحظ إنه الزاوية تاعت ساين الـ X أو الزاوية تاعت الساين لحالها اللي هي هون عنا إياها عبارة عن AX هي نفسها الموجودة في المقام AX برضه، وهون الـ X اللي بتقول إلى الصفر، هذا الصفر هي عدد أو أي يعني أي عدد بدنا إياه، أو هذا العدد لازم إنه يكون بصفر الزاوية اللي هون زاوية الساين. يعني هون الصفر لو عوضتها محل الاكس، صفر بأي عدد موجود بقيمة الاي هو بيساوي صفر، فهذا العدد اللي بتقول له الاكس هو لازم يصفر عنا الزاوية. هلا هاي القاعدة لما يكون في عندي زاوية للساين هي نفسها اللي موجودة في المقام، والاكس تقول الى عدد بصفر الزاوية، فهاي قيمة الليمت هاي كاملة هي بتساوي واحد، مثل ما راح نشوف هلا بالأمثلة اللي هون. هلا هون أول مثال عنا إياه اللي هو ليمت ساين الثلاثة إكس على ثلاثة إكس عندما الإكس تؤول إلى صفر. أول إشي زاوية الساين هي عبارة عن ثلاثة إكس، ثلاثة إكس اللي هي الزاوية هي نفسها موجودة في المقام، وبنفس الوقت إكس تؤول إلى صفر، وهذا الصفر هو بصفر الزاوية، يعني ثلاثة ضرب صفر هو راح يساوي عنا صفر، فصفر عنا الزاوية. فالناتج لهاي الليمت كاملة على حسب القاعدة الساين هاي هي بتساوي واحد. هلا المثال الثاني اللي هو ليمت ساين الاكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 عندما الاكس تؤول الى 2. اول اشي هون الزاوية تاعت الساين هي عبارة عن اكس ناقص 2 هي نفسها موجودة في المقام، وهو الاكس تؤول الى 2، وهاي 2 اللي هي بتصفر عنا الزاوية اللي هي 2 ناقص 2 رح يصير عنا اياها بتساوي صفر. بما انها حققت شروط القاعدة هاي فمعناته هون الجواب رح يكون عبارة عن واحد. هلا ممكن السؤال يجي بطريقة تانية انه يحكي لنا ليمت ساين الاكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 والاكس تقول الى عدد واي مثلا مجهول، عدد مجهول، بحيث انه كلياتها بتساوي واحد، فقديش العدد اللي بده يكون هون؟ فبدي اروح ادور على عدد بصفر عنا الزاوية اللي هي اني اخذ الاكس ناقص 2 اساويها بالصفر، راح اجمع هون 2 للطرفين فبتصير قيمة الاكس بتساوي 2، وهاي هي انه الاكس تقول الى 2. يعني حسب السؤال شو بده منعبي الفراغات اللي راح تكون فيها على حسب القاعدة هاي. هلا السؤال الثالث اللي هو ليمت ساين الثلاثة اكس على اكس عندما الاكس تؤول الى صفر. هلا هون عند الزاوية تاعت الساين هي عبارة عن ثلاثة اكس، المقام عبارة عن اكس لحالها، وهون الاكس تؤول الى صفر والصفر بتصفر للمقام. هلا هون بما انه احنا حكينا انه الاصل في النهاية التعويض المباشر، يعني حتى هون لو بدي اجي اني اعوض تعويض مباشر رح يطلع عندي الناتج صفر على صفر، والصفر على صفر هو من القيم المرفوضة ولازم اني اتخلص منها، فعشان هيك كان في عنا هاي القاعدة. وبهذا المثال نفس الاشي، لو بدي اعوض تعويض مباشر للتنين رح تطلع عنا اياها صفر على صفر وهي قيمة مرفوضة ولازم اني اتخلص منها. هلا بهذا المثال نفس الاشي، لو بدي اعوض الصفر ساين الصفر رح يكون بيساوي صفر، وهون صفر فبرضه صفر على صفر من القيم المرفوضة. فبدي افكر بما انه في عندي ساين وعندي 3 اكس وهون الصفر بتصفر لي هاي الزاوية، فبدي افكر اني استخدم القاعدة هاي. هلا المشكلة او الاشي الناقص بهذا المثال اللي هو المقام ما بيشبه الزاوية، الزاوية والمقام مش متساويين، فبفكر اني اضرب البسط والمقام في هذا الاقتران بثلاثة على ثلاثة. يعني هون يعني بتصير عندي اياها ليمت ساين الثلاثة اكس على اكس هون عندما الاكس تؤول الى صفر كلها مضروبة بثلاثة على ثلاثة. هلا انا لما ضربت ثلاثة على ثلاثة زي كأني ضفت قيمة واحد، وقيمة واحد في الضرب والقسمة هي عبارة عن عنصر محايد يعني ما له قيمة، فهون انا كأني ما ضفت ولا اشي او ما غيرت على القيمة تاعت الاقتران. هلا هون الثلاثة هاي بقدر ان فهلا لما ابسطها شوي لهون او اني ارتب الكتابة تاعتها رح تصير عندي اياها ليمت ساين الثلاثة اكس، والثلاثة هاي رح احطها هون
على 3x عندما الـ x تؤول إلى صفر. هلا هذا اللي هون لحاله صار عندي إياه بيشبه القاعدة هاي، إنه هون في عندي ساين الزاوية والزاوية هي نفسها موجودة في المقام والـ x تؤول إلى إشي بصفر الزاوية، وهون في عندي 3. طبعا قيمة هذا الإشي كلها على دائرة هو رح يساوي عندي 1 مع النهاية لإله. هلا هاي الثلاثة اللي لحالها هون هي عبارة عن عدد ثابت مضروب في اقتران، ومن خصائص الليمت اني اقدر اني اطلع العدد الثابت خارج هاي النهاية، يعني هاي الثلاثة بقدر اني اخرجها خارج النهاية، فرح تصير عندنا اياها ثلاثة في ليمت ساين الاكس، ساين الثلاثة اكس، ساين الثلاثة اكس على 3x عندما الـ x تؤول إلى صفر. هلا هاي قديش صارت قيمتها؟ هون الثلاثة طبعا رح ننزلها زي ما هي. هلا هون ليميت ساين الثلاثة x على 3x عندما الـ x تؤول إلى صفر هي نفسها بتمثل عندي هاي القاعدة وحققت كل الشروط اللي فيها، فبالتالي الجواب تبعها بيساوي 1، فثلاثة في 1 رح يكون الجواب عبارة عن 3. هلا هون كمان إذا ما اقتنعتوا بفكرة إنه ليش الثلاثة طلعناها لبرا، مع إنه هذا الإشي من خصائص النهايات، أنا بقدر في النهاية هاي أوزعها على الضرب والقسمة والجمع والطرح، يعني بقدر برضو إني أوزع النهاية على الثلاثة لحالها وأوزع النهاية على ساين الثلاثة إكس على ثلاثة إكس، فبالحالتين برضو بتصبط لأن هدول هما من خصائص النهايات. هلا هون المثال الرابع اللي هي ليمت ساين الثلاثة اكس على ساين الخمسة اكس عندما الاكس تؤول الى صفر. هلا اول اشي هون بلاحظ انه هون في عندي ساين ساين، وهون لو بدي اعوض الصفر لانه الاصل في النهاية التعويض المباشر رح يطلع عنا الجواب عبارة عن صفر على صفر وهي قيمة مرفوضة، فلازم اني اتخلص منها، وبما انه هون في عندي ساين فلازم اني استغل انه في عندي قاعدة للساين، بقدر اني اتخلص من هذا الاشي من انه هاي الناتج تبع النهاية للساين رح يساوي عنا 1، فبالتالي هون رح افكر اني اضرب البسط والمقام باكس، فرح تصير عنا ليمت ساين الثلاثة اكس على ساين الخمسة اكس كلها مضروبة في اكس على اكس، هون الاكس تؤول الى صفر. طبعا هاي الصفر هي برضو بتصفر عندي الزاوية هاي والزاوية هاي. هلا هون انا لما ضربت في اكس على اكس اللي هي كأني ضفت برضو رقم 1، ورقم 1 عبارة عن عنصر محايد بالضرب والقسمة. هلا هون هاي المقام بقدر اخده مع ساين الاكس، يعني بقدر برضو ارتبها في طريقة مبسطة اكتر اللي هي ليمت ساين الثلاثة اكس على ثلاث على اكس، هون طبعا الاكس تؤول الى صفر، هاي كلها عبارة عن ساين الخمسة اكس برضو بصير هيك، وهاي الاكس اللي هون هي موجودة في البسط، البسط هو عبارة عن مقام المقام، يعني مقام المقام بسط، فبقدر اني انزلها على المقام اللي هون، يعني هاي الاكس هي عبارة عن الاكس الموجودة في البسط هون لانه مقام المقام عبارة عن البسط، وهاي الاكس هون زي كأنها مضروبة في ساين الخمسة اكس، فبس انه نوزعهم شوي، يعني برضو بقدر اكتبها بالطريقة هاي اللي هي ليمت ساين الثلاثة اكس على اكس في ساين الخمسة اكس، هاي كلها على اكس، هون الاكس تؤول الى صفر. هلا هاي الاكس هي بقدر اخدها مع ساين الثلاثة اكس اللي هون، والساين خمسة اكس مع الاكس بقدر اخدهم مع بعض واحقق من خلالهم هاي القاعدة، وهاي الاكس اللي هون حكينا انه هي عبارة عن مقام المقام بسط. هلا نكمل الحل لها، رح اكمل الحل من هاي الخطوة اللي هون. هلا من هون رح اني اقدر اني افصل النهاية لإلهم، لانه النهاية بقدر اوزعها في حالة الجمع والضرب والقسمة، بهدول الاربع حالات الجمع والطرح والضرب والقسمة، فرح تصير عندي اياها ليمت ساين الثلاثة اكس على اكس عندما الاكس تؤول الى الصفر كلها على ليمت ساين الخمسة اكس على اكس عندما الاكس تؤول الى صفر. هلا هون رح الاحظ انه كل اشي كل الشروط اللي فيها بتحقق هاي المعادلة ما عدا شرط واحد اللي هو انه المقام ما بيساوي الزاوية، فهون بيكون ناقص عندي الثلاث، فبروح بضرب البسط والمقام في ثلاثة على ثلاث،
وهون نفس الإشي، كل الشروط بتحقق هاي قاعدة الساين ما عدا المقام لا يساوي الزاوية، فبضرب البسط والمقام بخمسة على خمسة، فبتصير عندي إياها عبارة عن ليمت تلاتة ساين التلاتة إكس على تلاتة إكس، هون عندما الإكس تؤول إلى صفر، كلها على ليمت خمسة ساين الخمسة إكس على خمسة إكس. هلا هاي الخمسة اللي هون بخرجها خارج الليمت، طبعا هون عندما الإكس تؤول إلى صفر، وهاي التلاتة اللي هون بخرجها خارج الليمت برضه. هلا قيمة الليمت هاي كلية بتساوي واحد، وهون في المقام برضه بتساوي واحد لأنها صارت تحقق هاي القاعدة على واحد. طبعا التلاتة اللي أخرجتها لبرا ما بدي أنساها، اللي هي هون تلاتة ضرب واحد بتصير، والخمسة اللي هون اللي أخرجتها برضه بتكون خمسة ضرب واحد. هلا خمسة ضرب تلاتة ضرب واحد بتساوي تلاتة، وخمسة ضرب واحد بتساوي خمسة، فالجواب في النهاية طلع عنا تلاتة على خمسة، اللي هو لو من نرجع للمثال الأصلي أو لبداية المثال، اللي هو عبارة عن تلاتة على خمسة هي عبارة عن معامل إكس على معامل إكس، تلاتة على خمسة. فبدل كل هذا الحل، لو إحنا فاهمين هاي القاعدة بالضبط شو بتعمل وكيف بنقدر نتخلص من القيمة اللي هي صفر على صفر هون، رح نلاقي إنه الجواب بيطلع معنا على طول تلاتة على خمسة، بدل ما نضيع كل هذا الوقت في مثل هيك حل. هلا هون في عنا المثال الخامس، اللي هو ليمت ساين الإكس ناقص تنين على إكس تربيع ناقص أربعة عندما الإكس تؤول إلى تنين. هلا هون أول إشي لو بدي أعوض تعويض مباشر، اللي هي تنين ناقص تنين صفر، ساين الصفر عبارة عن صفر، على أربعة ناقص أربعة برضو صفر، والصفر على صفر قيمة مرفوضة. وبما إنه كمان في عنا ساين، رح أفكر عطول بإني أعمل هذا الاقتران اللي عندي إياه بشكل هاي القاعدة عشان أقدر إني أحصل على الواحد وأتخلص من القيمة المرفوضة صفر على صفر. هلا هاي بتصير عندي إياها، أو هي بتمثل ليمت ساين الإكس ناقص تنين على الإكس تربيع ناقص أربعة، بقدر إني أحللها لإكس ناقص تنين وإكس زائد تنين، هون عندما الإكس تؤول إلى تنين، وهاي التنين هي بتصفر الزاوية هاي. هلا هون في عندي ساين الإكس ناقص تنين على إكس ناقص تنين عندما الإكس تؤول إلى تنين، يعني هدول هون كلهم مع بعض بمثلوا هاي القاعدة والجواب لإلها واحد، فأنا بقدر هلا هاي النهاية إني أفصل هذا الاقتران وأوزع الليمت عليهم، فراح تصير عنا إياها اللي هي ليمت ساين الإكس ناقص تنين على إكس ناقص تنين عندما الإكس تؤول إلى تنين، كلها مضروبة بليمت اللي هي واحد على إكس زائد تنين عندما الإكس تؤول إلى تنين. هلا هاي كلياتها الجوابها بيطلع عنا واحد، ضرب هون لو لما اجي اعوض التنين رح تصير واحد على تنين زائد تنين اللي هي اربعة، والجواب في النهاية رح يطلع واحد على اربعة، هي واحد ضرب واحد على اربعة، والجواب واحد على اربعة. هلا في هذا المثال اللي هي ليمت تان الاكس على اكس عندما الاكس تؤول الى صفر، هنا التان او لما اجي اعوض تعويض مباشر رح يطلع عندي تان الصفر رح يكون عبارة عن صفر على صفر، فالجواب برضو صفر على صفر وهي قيمة مرفوضة. هلا هون لازم اني التان لا بدي احولها للقيمة لإلها، اللي هي التان هي عبارة عن ساين على كوساين، فبتصير عنا اياها ليمت ساين الاكس على كوساين الاكس كلها على اكس، هنا عندما الاكس تؤول الى صفر، اللي هي هذا الشكل هو نفسه بيساوي ليمت ساين الاكس على اكس ضرب كوساين الاكس، هنا عندما الاكس تؤول الى صفر، يعني هون عندي ساين الاكس وهون في عندي اكس، وهاي الصفر بتصفر عندي الزاوية، فهون اكيد هدول بقدر اخدهم مع بعض بنفس الفكرة تاعت هذا المثال، اللي هي بقدر اني افصل الليمت لجزئين، اني بقدر اني اوزع الليمت على الجمع والطرح والضرب والقسمة حكينا، فهون رح يصير عندي الناتج اللي هو قيمة هذا كامل واحد، لما اجي اعوض الصفر في واحد على كوساين الاكس رح تصير واحد على كوساين الصفر، وكوساين الصفر هو عبارة عن واحد، فبتصير عنا اياها واحد ضرب واحد، والجواب رح يساوي واحد. يعطيكم العافية.